هلا والله بالشباب، معاكم اخوكم عدنان الأربعش. معانا الحين هذا الفيديو اللي كلمتكم عنه، الفيديو اللي قبل لازم ترجع له على اساس انك انت عارف شلون شكل حافظة اللي هو او حضانة اللي هو الطير الدرة اللي هو البيبية. الحين عندنا جزء اللي هو جزء التغذية، الجزء اللي يكون هم جزء مهم. زين سر لك، زين ضروري انه يكون قمح. شلون سر لك؟ اهم شيء يكون قمح، افضل هو افضل شركة اللي هو نستله. عند توفر عندك غيره ما مو مشكلة، بس اهم شيء يكون بودر على طريقة. انا ما وفي اعتقد سر لك يكون بسكوت، يكون بودر، افضل شيء يكون بودر. انا ما ادري، ما عندنا جهاز في البيت، ف ما ابي اتفلسف يعني واعطيكم كلام زايد. المهم انه يكون بهالطريقة ذي، قيمته تقريبا حدود يعني احنا عندنا 24 ريال و15 هلال، بيزيد وبينقص شيء بسيط. انزين عندنا الماي، يكون ماي مسخن. طيب نصب الماي، طيب نصبه شيء بسيط، ونحرك نحرك نحرك نحرك. شو شلون بدأ تغير، صار يمتزج. بس افضل شيء تروح هالتكتلات ذي، التكتلات ذي بتفيخك، تاخذ لقمة اكبر وهم تزعج اللي هو الطير، لانه بيكون اول ما يدخل بطنها بتعفسه. ما اعتقد يعني تسبب ذيك المشكلة، بس افضل شيء يعني احسن شيء تقدم له يعني الشاي اللي يكون على مستوى يعني. وبالنهاية روح وروح ما ترضى إلا بشيء طيب يعني، مثلها مثلك يعني، تحب تاكل عصيدة تكون ما فيها تكتلات، تحب تشرب حليب اللي هو حليب البودر نيدو غير النيدو، ما تحب يكون في تكتلات، فهو نفس الشيء يعني. حالات انك تسوي الشاي من قلب اساس انه هم ترى الطير يعني بالنهاية يحس. عرفت شلون؟ شوف شلون قبالكم، ما وقفت ولا دقيقة، ما سويت ستوب حد او مهم، ما وقفت الفيديو ستوب، ايش يسمونه بالانجليزي. شوف شلون صار بهالطريقة ذي، يبي له شوي زيادة ماي، شوي. شوف شلون اكباه، يبي له شوي شي بسيط، بس طبعا يحتاج هم انت تحذر ان الماي ما يكون حار واجد لدرجة انه هو الطير يحترق، لان اذا احترق بتسبب له مشاكل اول شيء، وحروق باللي هو باللسان، بعدين باللي هو المجرى حق الطعام، وبالنهاية الحويصلة مالتها اللي هو تجمع فيها الاكل. اوريكم اياها الحويصلة، اقصد لكم اياها الى هالدرجة مضبوطة، حيل حيل مضبوطة، وتلمسه دافي، ان حسيت انه هو لا بحار ولا هو بارد، فاتر اللي هو الدافي، خلاص توكل على الله ووكلها. عندك طريقتين، بالكامشة او الملعقة مالت الشاي، حجم صغير، او تقدر انت تشتري الكامشة مالت الغار، تشوف اي تشوف اقرب محل حيوانات وانتو بكرامة، واسألهم عن الكامشة او الملعقة مالت الغار ويعطيك اياها واستعملها، او اسهل لك يعني، دي ما يبي لها شيء. اوريكم الحين الطريقة شلون تخذي طير الدرة البيبية. بسم الله، هذا الاكل ماله جاهز. زين افضل شيء شو تسوي؟ زين هو في العمر ذا ما يقدر يطلع، الحين ما يستوعب انه هو يطلع من الفتحة، فايش يصير؟ انا بسوي ان انا افك له اللي هو الحضانة مالته، وبطلع بيدي بهالطريقة ذي. زين انا ليش طلعته؟ على اساس انه هو يتعود علي، واعتمد هالنغمه ذي، نغمه انك انت تزعق حق الطير، على اساس انه اذا كبر ان شاء الله يصير لك هدد. الهدد يعني تحطه بقفص، تفتح له القفص، تعطيه هالنغمه ذي ويجيك سيده، تقدر تطق هالشكل معه، او انك انت تسوي له مثل حضانه هالشكل. يقرب يقرب.
شلون قرب جرب تعال مرة مرتين ثلاث أربع إلى ما خلاص الطير تشوف هالحالة بهالشكل بيجي لك أنت تسحبه هالشكل وتالي هو مع الطير يتعود مع هالشكل شلون؟ هذا أسهل طريقة لأنك بتتعب بس بالنغمة شلون بدأت هي عندي أفضل شيء إنك تعلمه هالنغمة والنغمة سهلة طلع برطومك شوف شلون؟ والطريقة حق الأكل جدا سهلة بهذا الشكل ذا شلون؟ بس تلقيه في ثمه هو يلقم بروحه شلون؟ بس قرب له وهو يسوي كل شيء الأفضل إنك تبتعد عن اللي هو الإبرة الغار اللي فيها بيب لأن البيب إذا إنك أنت ما كنت محترف 100% بتغلط وبتشق حوصلته يلا يا الغالي راح عند أقرب بيطاري خلي يسوي له عملية وأصعب عمليات ترى حق الحيوانات عملية الحويصلة الحويصلة اللي هي هذه شفتي اللي منه في المنطقة ذي المنطقة اللينة صايرة مثل نفاخة ذي لأنه غشاء خفيف حيل حيل خفيف يعني لا الإبرة تشك فيها ولا دبوس اللي هو الخياطة هم يشك فيها فصعبة أغلب الحالات ترى يموتون الطيور مسبة بيب الغر فأفضل شيء بتسوي بهالطريقة ذي اللي وريتكم إياها بهالشكل ذا الطير هو بروحه سبحان الله يعرف شلون يتلقى لكن زين أفضل شيء إنه ما تخلون رجلها مفروشة خلها بهالشكل ذي متساوي على أساس إنه الطير يكبر بصحة وبسلامة شلون هو طبعا بيتعبك هالطريقة صحيح تتعب الإبرة أسهل بس هم ترى الطير يعني يحس بالحنان لأنه هو بالنهاية ترى له مشاعر عرفت شلون الكائنات يعني صدق يعني بهايم ما تفهم ما تعرف الصح والغلط مثل الإنسان يميز بس بالنهاية عندها مشاعر إن صوت عليها تخاف انزعجت منها تخاف ضربتها تخاف بعد نفس الشيء يبقى يعني إنه فيها روح بتعبك مرة مرتين حاول 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 إن شاء الله تضبط أنا يعني مو بعارف إنه غيرها لأنه ماسك الجوار يحتاج إن أنا شوي أثبتها ثبتها بهالشكل شلون ماسكها الحين انا تعتبر مثبتها الطير كذا مستحيل انه يتحرك وغره تالي بالكامشه وان شاء الله تضبط معاك الامور زين يا شباب ممكن يخطر على بالكم شلون اعرف الطير اذا كان جايع او غير او مو جايع زين عندكم اللي هو اكثر من طريقه الطريقه الاولى انك تلمس تحت جهه الحويصله زين الجزء اللي هنا الجزء ذا بتشوف جزء لا ينتلمسه العادة هي تكون شوي منتفخة يعني هالطريقة ذي بتشوفهم يعني أنت بتحس إنها هي فاضية أصلا صغيرة يعني بدال لا تكون هالكبر وشبعان مفروض تكون هالكبر هالشكل عرفت شلون الطريقة الثانية هالصوت هذا الصوت ذا يعني شيئين شيء الأول إنه هو طير جايع والشيء الثاني الطير يحتاج تخش بشاي يعني تجيب لك مثلا قطعة قماش هو لأنه بهالعمر يحتاج أمه وغيره شوف شلون بس أنا حطيت يدي عليه هالطريقة ذي هدأ يهدأ يبي مثلا يبي له حضن يبي لك يعني تدفي أكثر وتشوفه يسكت وشي طبيعي أنه تشوفه حتى هو شبعان يطلع الصوت لأنه بالنهاية هو أصلا في نام صغير فيحتاج العناية بيحتاج تحن عليه شلون بروح هالشكل يسكت تخف تخف يخف ازعاجة او الصوت اللي طالعة وتشوف هنا يعني لو انا مسكت هالشكل حدود خمس دقايق اظل خمس دقايق خلاص هنا زين جينا على جهة شلون او شلون تعرف الطير اذا كان جايع او مو بجايع زين الحين انتم اذا عندكم اسئلة زين تبوني افصلها لكم اكثر واكثر والشيء اللي انا عارفه ان شاء الله راح اجاوب عليكم
الله يعطيكم العافية، لا تنسون تعطونا لايك وتشتركون في القناة وتنشرون المقطع، وهم تكتبون تحت التعليقات اللي تبونه بالضبط. بس طبعا يعني احتاج شوية تستعجلون، لأن الطير كل ما كبر كل ما اختفت مثلا هالمعلومات، يعني طريقة الغار والشكل، يعني ما تجي له بعد سنة تقول علمنا طريقة الغار، لأن الطير خاص بيكبر بعد سنة هالشكل، أو إلا هو خلاص يعني يبتدي تبين عليه ملامح الجنس ماله، ذكر ولا أنثى هالشكل. ومتى يبلغ؟ بلوغه تقريبا إذا مو بغلطان اكتب في جوجل وتأكد، 4 سنين 5 سنين هالشكل. أنا أتذكر يعني الكاسيكو كان عمره 7 سنوات الشكل يكون جاهز حق اللي هو التلقيح، بس أكيد الأغلب هو أقل الدرة، 3 سنين 2 سنين يكون جاهز، أو لمن ما بين عليه اللي هو ملامح اللي هو الذكر عن الأنثى هالشكل ذا. لا تنسون هم تعطونا لايك مرة ثانية وتشتركون في القناة وتنشرون، وكتبوا أي سؤال عندكم وإن شاء الله راح أجاوبه، وإذا قدرت أفصل راح أفصل إن شاء الله.